لكن نحتاج احنا كمان كلامك صحيح، ولكن كمان نحتاج انه طريقة العرض، طريقة التوجيه، صح التوجيه الصحيح. نعم كان عليه الصلاة والسلام يتحرى أصحابه، يتخولهم، شوف يدور الوقت المناسب ليعظهم، وهو عليه الصلاة والسلام ما يجي في أي وقت، ما يجي في أي وقت، في أي وقت، حلال حرام صح. ما كان في الحديث ذاك الغاضب اللي كان غاضب قال على صعيد إني لا أعلم كلمات لو قالها لذهب عنه ذا، ليش ما راح قال له يا أخي قول كذا وكذا، هو غاضب قدامه، صح ما نصحه في وقته، ما نصحه في وقته، الوقت غاضب، هو أصلا غاضب، فلو قلت له شيء هج أو صارت حاجة ما هو مستوعب، ما يستوعب أصلا، فقال إني أعلم كلمات لو قالها هذا، شوف هذا يعني أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الرجل غاضب أمام الرسول، موجود الرسول ما راح مسكه وقال له يا أخي قول كذا وكذا وكذا، لو كان الوقت ما هو مناسب للتوجيه. وبينما لما كان يمشي مع الصحابة وشاف جيفة تيس ميتة، ميت صح؟ قال أفيكم منكم من يأكل هذا؟ كان قبلها مغتابين واحد من الصحابة يتكلمون، فلما ما تكلم وقتها، لما مشوا شاف التيس قال فيكم من يشتري هذا؟ قالوا ما يشتري ولو بربع دينار درهم، ما نشتري ولا بشيء. قال كلوا فيه فلان وفلان، كلوا منه. قالوا ما نستطيع، كيف ناكل منه؟ قال أنتم قبل قليل أكلتم من لحم أخوكم، شفت قبل ما يحب أحدكم أن يأكل لحم هي ميتة، ما كانت وقتها ترى، كان لها يعني متعدي الوقت، خلاها لين جاء الوقت المناسب. فأنت كناصح أو كموجه لا تجي أنت متحمس وتنسى الطرف الآخر، صح الطرف الآخر هو الأساسا. وكان عليه السلام يهتم كثيرا بحال المدعو، حال المدعو مهم جدا، تعرف حاله وضعه، يستقبل الآن ما يستقبل الآن، يسمع الآن ما يسمع، إيش الطريقة اللي يحبها، إيش الأشياء اللي ممكن تصير هي مقدمة، أيوة إيش الشيء اللي يناسب يعني. ولذلك أنت اللي قاعد توجه لازم تتعلم قبل ما تفهم، لابد أن تفهم قبل أن تفهم، تفهم المشكلة. فلما تسمع مثلا تتكلم عن المخدرات لا تجيبها تسردها من